وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر للتحول إلى الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، حيث تم استعراض جهود تطوير المنظومة خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نوفمبر 2023. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 62.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 بنسبة ارتفاع تقدر ب 20.4%. وأوضح الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من المجر بلغت 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 145.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع تقدر ب 15.3%. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة. وقال الملا أن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصري شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركة قطاع البترول باختلاف مستوياتهم. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود قوي بنحو جماعي للمؤشرات، حيث ربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 25905 نقاط، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 57% ليغلق عند 5129 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 7540 نقطة. تراجعت أسعار النفط حيث هبط خام برنت صوب 80 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك بلس هذا الأسبوع، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 80.21 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5% إلى 75.18 دولار للبرميل. وهوت الأسعار في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك بلس اجتماعا وزاريا حتى 30 من نوفمبر المقبل لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا. ونتيجة لانخفاض أسعار النفط تراجعت أسهم الطاقة في أوروبا بنسبة 8% قبيل تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن السياسة النقدية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي. وبقي المؤشر ستوك 600 الأوروبي مستقرا، في حين انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بأكبر قدر بين نظرائه الأوروبيين. قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عمير يارون إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح يارون أن إسرائيل تعيش فترة عدم يقين بنسبة كبيرة وعدم وضوح في الوضع السياسي، مضيفا أنه من المبكر جدا خفض أسعار الفائدة في ظل عدم اليقين الاقتصادي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد عبد الله وأميرة العقدة لختم النشرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.